شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالرماية بالذخيرة الحية لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. وألقى اللواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة يملأهم العزيمة والإصرار للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لحماية مقدرات ومكتسبات الشعب المصري. وقد تضمنت المرحلة إدارة أعمال قتال في عمق دفاعات العدو وتدمير أنساقه بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات استطلاع وحماية ومعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية ذات القوة النيرانية المباشرة وغير المباشرة، حيث تم دفع الأنساق المدرعة والميكانيكية لتطوير الهجوم واختراق دفاعات العدو وتدميره بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات لفصل الاحتياطات المعادية وحرمان العدو من استعادة أوضاعه الدفاعية. ظهر خلال المرحلة المهارات الميدانية والقتالية العالية للوحدات المنفذة في التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة وسرعة إدارة أعمال القتال في العمق، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين. وفي نهاية المرحلة ناقش القائد العام عدداً من القادة والضباط المنفذين للتدريب في أسلوب تخطيط وإدارة المهام وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة التي يمكن التعرض لها، كما استمع لأسئلة واستفسارات دارس الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططي ومنفذ التدريب. ووجه القائد العام التهنئة لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بكافة أفرعها وتشكيلاتها على الأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي الذي ظهرت عليه طوال مراحل المناورة، ورحب بالوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وتواجدهم في مراحل التدريب المختلفة. وأكد القائد العام حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتدريب القتالي وتطوير أساليبه ووسائله بما يتناسب مع تطور التهديدات والعدائيات المحتملة التي يمكن التعرض لها. بنهاية المشروع النهاردة ده بقول إنه الجيش المصري، القوات المسلحة المصرية إن شاء الله قادرة على تنفيذ جميع المهام اللي تكلف بيها، وقادرة على مجابهة أي عوامل بتحاول إن هي تؤثر على قدرة هذا الجيش والتأثير على العلاقة بينه وبين باقي أفراد الشعب المصري. الشكل اللي احنا شفناه النهاردة بيدل على مدى قدرة وجاهزية ومدى إصرار العناصر المشتركة في هذا المشروع على انها تنفذ ما كان مخططا من اول العام التدريب 2014-2015. انا بشكر السيد قائد المنطقة المركزية العسكرية وهيئة قيادته على اسلوب الإشراف والمتابعة اللي تم والإصرار على تنفيذ التدريب بهذا الشكل عشان نخرج التدريب بالشكل ده. وأتمنى إن شاء الله رب العالمين أن كل الأنشطة المخططة لسه لينا في نهاية في هذا العام 2014 تستكمل بالشكل ده، وربنا إن شاء الله يوفقنا ونجيب أحسن نتائج في العالم إن شاء الله. كل سنة طيبين. حضر المرحلة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات ورجال الدين وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية وعدد من الملحقين العسكريين وبعض الشخصيات العامة.